خبر يهمك مع احمد مطوع. كلنا شفنا الفيديو اللي ظهرت فيه الرقاصة الرديانة بعد ما طبعا انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وطبعا نزل بالصدفة جدا وهي كانت في الكوافير وهي فجأة لقت الأغنية فرقصت عليها. بعدها على طول بعد ما انتشرت طلعت ترند وبقى وكسرت الدنيا على السوشيال ميديا وطلعت ترند في كل تقريبا كل مواقع التواصل. بدأ بقى يعني ايه اللي هما النجوم ايه يتكاتروا عليها، وجابها عمر كمال وحمو بيكا في فيديو، وجابها كمان محمود الليثي في فيديو، وبدأت ان هي تنتشر جدا. الحمد لله عفوا. فبدأت تظهر مع نجوم كتير جدا في وقت قليل جدا، وبدأت تنتشر بطريقة غريبة. طبعا ترند بقى، فكله عايز يركب الترند. فمن كام يوم طلع محمود الليثي مع وائل ابراشي، فطبعا محمود الليثي واخد لورديانا معاه في فيديو كليب بقى عشان ايه الترند بقى، عشان الفيديو بتاعه او الفيديو كليب بتاعه يطلع ترند وكده يعني. فالبراشي بيقول له يعني انت محمود الليثي بتقول انك ما بتحبش الاسفاف وضد الاسفاف والكلام ده، واخد رقاصه معاك في فيديو كليب وبتقول انك يعني ضد الاسفاف. فرد عليه قال له محتاج بقى حاجه كده ايه معلمه ترند ملمعه، رحت جايبها جنبها وخلاص. عامل ايه كده وخلاص. وعشان كده الكليب عامل ده راح سافر سافر. الحمد لله. واضح كلام محمود الليثي جدا، وهو كان صريح يعني ان هو قال ان هو كان واخدها معاه عشان الترند والكلام ده، ولكن قال له انا بهتم بالاوديو جدا. يعني انت لما تكون في مكان او تكون في حته او الكلام ده ممكن ما تشوفش الفيديو كليب، ولكن تسمع الاغنيه، فانا مهتم بالاغنيه اكتر يعني. وكمان قال له يعني ايه انا واخدها معايا عشان تعمل جو، انت عارف ما هي الترند والكلام ده. واول ما الكليب نزل والورديانا فيه طبعا الترند ضرب يعني. انما بقى الموقف التاني الجميل من عمر كمال ومن حمو بيكا، طبعا عمر كمان نزل على صفحته وقال ان احنا مش هنصور الكليب. كان طبعا مطروح ان او يعني كان مترتب له ان هي لورديانا هتطلع معاه في الفيديو كليب اللي هم الاغنيه الجديده اللي هي انت معلمه دي، وكانت لورديانا المفروض هتكون معاهم في الفيديو كليب ده، ولكن نزل بوست كده اللي هو البوست ده اللي انت شايفينه. نزل بوست بيقول يعني ان ايه مش هنجيبها معانا في الفيديو كليب ده، واحنا مش هنعمل حاجه تزعلكم، وهي مش هتكون موجود معانا في كليب انت معلمه. يعني ده بيبين طبعا المواقف ما بين حمو بيكا وعمر كمال وبين طبعا محمود الليثي، وده لو بيدل فبيدل ان راي الجمهور مهم جدا. يعني الناس لما عمر كمال شاف الناس معترضه على الموضوع اللي ورديانا هيكون معاه في الكليب، بدا ان هو يتراجع وطبعا وايه وما يكملش يعني ويطلعها من الفيديو. فلازم نفهم ان احنا كجمهور لازم لما نلاقي حاجة مش كويسة نعترض عليها، عشان الفنان ده هيضطر طبعا ان هو يلغيها او متبقاش موجودة زي ما عمل كده عمر كمال. لكن لو شاف الموضوع مشجع يعني وهيجيب له مشاهدات اكتر، لان من الاخر كده الفنان او النجم دلوقتي كل الموضوع ان هو عايز مشاهدات وعايز ان هو يضرب وعايز ان هو يبقى رقم واحد ترند وكل الكلام ده. فهو طبعا لما يلاقي ان في اعتراضات على حد معين او مثلا زي اللورديانا دي هيبدا ان هو يتراجع، عشان طبعا مش عايز يزعل جمهوره منه. فدي ممكن الفتره اللي جايه ما دام احنا يعني هما بينفع معاهم الكلام ده، لابد ان احنا نعمل ده عشان ننظف الدنيا شويه، عشان ما نطلعش حاجات زي كده. يعني ايه كفايه كفايه ان الذوق العام واقع لوحده يعني، عشان وقع اكتر من كده. دي كانت حلقتنا النهارده من خبر يهمك مع احمد مطوع. فاستنوا الحلقات اللي جايه. السلام عليكم. خبر يهمك مع أحمد مطوع.